عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك. اخبارك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد انا لله. كان عندي سؤال واحد. تفضل. انا في مسجد قريب من البيت، طيب. فانا معظم الاوقات بيكون انا انسب واحد اللي انا اصلي، بيبقى الناس كلهم كبار في السن وما فيش حد يعني ايه متمكن من الحفظ. طيب، الحمد لله. فدايما انا مش عارف الفرق بين الضمه والفتحه والوقف والسكون، الحاجات دي كلها انا مش عارفها. فانا كده انا بشيل اسم. يعني ما طب اقرأ أمامنا كده، اقرأ الفتحة كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير الضالين. مغضوب ايه؟ غير مغضوب ايه؟ غير المغضوب عليهم ولا عليهم، الضالين. عليهم يعني. بس صحح كلمة عليهم فقط، وقراءتك الحمد لله طيب، تمشي ماشي يا شيخ مصطفى. طب عليهم سؤال يعني. تاني بعد اذنك.